بس المعلومات اللي فيها حلوة جدا، وكل آية فيها عايز الواحد يعيشها شوية. بس احنا يعني مش هنمشي بالبطء ده في كل الرسالة، بس كانت البداية مهم ان احنا نقف مع كل آية وكل تأمل فيها، لان كان ليه تأثير حلو في نفوسنا. ابتدت الرسالة ان معلمنا بطرس الرسول كاتبها للمسيحيين المشتتين اللي موجودين في بنطس وغلاطيا، اللي هم نتيجة الاضطهاد الشديد اتشتتوا في اماكن كتيرة، وابتدى يقول لهم انتوا مختارين بمقتضى علم الله السابق ورش دم يسوع المسيح اللي كان سبب في قداستكم، وقال لهم ان ربنا برحمته الكثيرة شاء فولدنا مرة تانية. الولادة التانية دي تولدناها كلنا، تولدناها امتى؟ في المعمودية. واصبح عندنا حاجة مهمة جدا بتميزنا عن بقية الناس كلها، ان احنا عندنا رجاء ايه؟ حي. كل الناس عندهم رجاء، بس ممكن يكون الرجاء ميت. رجاء ان هو ينجح السنة دي، رجاء ان هو يحقق مبيعات حلوة اذا كان تاجر، رجاء ان هو ياخد وظيفة كويسة اذا كان موظف، رجاء ان هو يشتري حاجة جديدة، ده الرجاء. بس كل الرجاء ده يجي عند ساعة ما يجي الانسان يسيب العالم، يبقى ايه؟ رجاء ايه؟ ميت، لان ما بيقدرش ياخد حاجة معاه. لكن احنا الرجاء الحي مش بس ان احنا نعيش كويس على الارض، ولكن يكون لنا نصيب فين؟ في السماء. وده اللي بيقول لنا طب احنا ده سايب لنا ميراث، وقال لنا الميراث ده بيختلف عن ميراث الارض، لان الميراث ده لا يتدنس ولا يفنى ولا يضمحل، يعني ده محفوظ لينا. طب انا خايف الميراث يقول لك لا، الميراث ده محروس بايمان، مستعد ان يعلن في الزمان الاخير اللي هو امتى؟ عند مجيء ربنا يسوع المسيح في السماوات. طب الفترة دي بتقابلنا مشاكل واتعاب، قال يجب ان تحزنون بتجارب كثيرة متنوعة، فيك تجارب ولكن الحزن ده هيتحول الى ايه؟ الى فرح، وكل الم يتحول الى مجد فين؟ في السماء. وابتدى يعرفنا ان اما بيجي حد يختار ذهب، يقول لك الذهب بيمتحن بالايه؟ بالنار، مع ان الذهب ده حاجة ثانية، لكن احنا الايمان بتاعنا لا يفنى، لانه الميراث بتاعنا لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل. وعشان كده اما يمتحن الايمان بتاعنا عشان نقدر نستلم الميراث بتاعنا، هيمتحن بالايه؟ بالنار. النار دي ممكن تكون نار التجارب، ممكن تكون حد يحزن شوية، حد يجيله شوية امراض، حد يجيله شوية مشاكل، حد يجيله شوية اضطهادات، يبقى هيحتملها لان عنده ايه بقى؟ عنده رجاء حي، وعنده ايمان ان ربنا كل حاجة بيعملها هو الهنا ضابط الكل، مفيش حاجة بتحصل في العالم كله بدون اذن مين؟ اذن ربنا. وبعدين بيقول انتوا بقيتوا اناء للكرامة، وانتوا هتكون في فرح لا ينطق به ولا مجيد. امتى؟ اما تحسوا بالخلاص اللي مكتوب ليكم. وامتى نحس بالخلاص؟ انتوا عارفين لما يجي بول في المزمور 50 نقول رد لي بهجة ايه؟ خلاصك. الخلاص ليه بهجة كده. اما واحد يحس ان هو عليه حمل تقيل وعليه ديون كتير، وبعدين يجي يسدد الديون، تبص تلاقيه ايه؟ يبقى عنده بهجة. طيب اما الواحد يخش ويحس ان هو مديون وعليه تلال من الخطايا والذنوب، وبعدين يخش يقدم توبة واعتراف، ويسمع كده ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم، يطلع وهو ايه؟ مبتهج. لكن اللي يطلع وهو لسه شايل الهم وحزين ومتضايق، يبقى ما استفادش من الايه؟ من التوبة والاعتراف. يبقى يا اما ما تابش يا اما ما اعترفش. في واحد هو بيعترف يدكن كم خطية كده ما بيحبش يقولهم، ما بيحبش يجي على نفسه فيها، ومشتهوا ان هم يكونوا في النعمة اللي انتم موجودين فيها دي دلوقتي. وعشان كده الشهوة دي يقول لهم فانتوا بقى طوبى لعيونكم لانها ولأذانكم لانها تسمع. وبعدين يقول كان روح المسيح اللي فيهم بيشهد عن الحاجة اللي بتحصل، وبعدين يشهد عن الأمجاد اللي بعدها، لأن بعد الصليب وبعد الموت في إيه؟ قيامة. وإحنا برضو كده إن كنا نتألم معه سنتمجد أيضا معه. يبقى إحنا مش نهاية حياتنا هي الألم، لا،
ده احنا بنحتمل الالم او بنجوز بحر الالم ده عشان في الاخر نبقى في ميناء الخلاص، نبقى فرحانين في الابديه مع المسيح اللي فدانا وهو اللي فتح لنا، يقول لك طريقا حيا كرسه لنا، اللي درسناها مع بعض في العبرانيين. وبعدين بيقول الذين اعلن لهم انهم ليسوا لانفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الامور. زي ما يكون ايه، النبي كان هو بيكتب مسوق من روح ربنا، عمال يكتب عن هو وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه اسم، بس هو شاف ما شافش، كان عمال يكتب مثل شاة سيق الى الذبح وهو مثل حمل صامت لم يفتح فاه، بس شاف ما شافش، كان عمال يكتب احصوا يدي ورجلي واحصوا كل عظام، بعدين ها شفت اللي حصل ده؟ لا ما شفتش. وتبص تلاقي كان الحاجات دي كلها عمالين النبوات دي بيكتبوها عن المسيح لكن ما عصروش المسيح، ما شافوهوش. يبقى كانوا بيكتبوا الكلام ده لمين؟ لينا احنا اللي انتهت لينا اخر الدهور. واحنا نيجي نقول له دايما في القداس بعد ما نحكي قصه خلاص نقول له وفي اخر الايام ظهرت لنا نحن الجلوس. طب مين اللي كانوا قاعدين في الظلمه طول الفتره دي وهم عمالين يكتبوا؟ الانبياء كلهم كانوا لسه في الظلمه، بس بقى اما جه المسيح قال انا هو نور العالم. احنا وقفنا لحد كده المره اللي فاتت. طيب الحاجات دي نستفاد منها ازاي بقى؟ يعني انا سمعت ان انا مختار، وانا سمعت ان ليا مكان في السماء وليا ميراث، وانا عندي ايمان وبقول له يا رب احرسني احرس لي المراس بتاعي، وعرفت ان ليا فرح لا ينطق به ومجيد وهيرد لي بهجة خلاصي. طيب استفاد من الكلام ده ازاي؟ يقول لذلك آية 13 منطقوا احقاء ذهنكم صاحين. لذلك الذين اعلنوا، يقول لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صاحين فإلقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى به إليكم عند استعلان يسوع المسيح. الجزء ده فيه شقين. أول حاجة ده حاجة دور عليا أنا. عمل الذهن كأنه إنسان وبعدين بيحط منطقة على حقويه، كأن أما يجي حد مسافر زمان ولابس جلابية يعمل إيه؟ يربط حقويه كده عشان ياخد الموضوع جد. أول ما يجي فلاح يشتغل في الحقل ما كانش يسيب الجلابية كده، كان يعمل إيه؟ وكمان اما يجي عبد يخدم سيده كان لازم يلبس الايه؟ المنطقه. وعشان كده تبص تلاقوا خدوها الرهبان بشطاره كده، وتبص تلاقيه عنده دايما ايه؟ لابس تحت الجلابيه اللي بيلبسها دي يلبسه منطقه من جلد كده عشان يفتكر دايما ان هو مجند لمين؟ لربنا يسوع المسيح. وحصل دي في اول مره اما جم يقول لهم تعالوا عشان تاكلوا خروف الفصح. قال لهم وانتوا بتاكلوه تفضلوا لابسين النعال اللي في ارجلكم وتكون احقاقكم ايه؟ ممنطقة. عادة الواحد اما بيجي ياكل ما بيربطش حاجة على وسطه، لكن يقول له ده انت عشان هتاكل وبعدين ايه؟ هتجري، انت غريب في الارض دي. وعشان كده يقول له منطقوا احقاق ذهنكم. الذهن هنا ليه اهمية كبيرة جدا، لان الواحد ممكن يكون عايش مع ربنا بجسمه، يعني موجود بجسمي جوه الكنيسه دلوقتي، لكن ممكن ذهني يبقى فين؟ بره في الاسعار اللي زادت وكسوه الشتاء هنعمل فيها ايه؟ والتنظيف بتاع العيد وبعدين هجيب اللحمه من فين وبكام المره دي؟ وتبص تلاقي مخي ايه؟ شارد. يبقى المهم وانا قاعد جوه الكنيسه امنطق ايه؟ ذهني. لان ممكن وانا قاعد برضو او يكون ذهني بعيد خالص عن الحياه مع ربنا. واما جه بولس الرسول بيتكلم في روميه 12 يقول كده تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ يبقى اذا المهم اول حاجه الواحد يبقى فكره هو اللي شغال مع ربنا. طيب لو الفكر ده مش متمنطق، مش متمنطق يعني ايه؟ مستعد للجهاد وسهران. وعشان كده حط وراها صاحين. يعني ايه؟ يبقى الواحد مصحصح كده. ممكن تتقال الكلمه وانت منعنس، ولا وانت بتعد اللمط، ولا وانت بتعمل مش عارف ايه، وتبص تلاقي ايه؟ عدى الكلام وما عشتش بيه في حاجه، وتبص تلاقي الايام جريت، وتبص تلاقي نفسك الله ما الكلام ده مر علينا، الكلام ده انا سمعته قبل كده.
بس ما عملتش بيه. فاللي منطق احقاء ذهنه يبقى ايه؟ حاطط في باله ان الكلام ده ازاي اللي انا سمعته المفروض ان انا ايه؟ اعمل بيه. هقدر اعمل بيه لوحدي؟ ده انا طباعي صعبه واتعلمت العصبيه من صغري، وممكن يكون لساني مش حلو، وممكن يكون تصرفاتي مش مقدسه، وعايش وسط ناس يعني طباعهم صعبه. يقول لك بقى طب إلكوا رجائكم بالكمال على ايه بقى؟ النعمه. طبعا نعمه ربنا دي اللي احنا بنتكلم عنها، كل حاجه احنا النهارده عايشين فيها تعتبر ايه؟ نعمه. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، فتحه الكنيسه بس كده، فتحه باب الكنيسه ده ايه؟ نعمه. دخولنا وتناول من جسد الرب ودمه نعمه. وجود الكتاب المقدس بين ايدينا، كل واحد كده عنده كتاب مقدس يقدر يفتح ويقرا فيه في اي وقت ويسمع صوت ربنا مباشره، ها دي ايه؟ نعمه. كونك ان انت مثلا تخش كده وانت اساسا مولود من الجسد، يقول لك المولود من الجسد جسد هو، وبعدين تخش تولد من الماء والروح وتطلع ابن لله، دي ايه؟ نعمه. تخش وتتحد بالاسرار وتصير مع المسيح جسد واحد وروح واحد، الله دي نعمه. وقعت في خطيه وتلوثت وتشوهت حياتك وتضع، وتيجي تقدم توبه وتحط راسك فيعترف يقول لك قد نقلت عنك خطيتك فلا تموت، دي ايه؟ نعم. يبقى احنا عايشين في نعمة ايه؟ كبيرة جدا. ده اكتر من كده، وانت بتجاهد النهاردة يقول لك بص اللي سبقوك، ادي ماري جرجس وادي ماري مينا وادي بتاع، فانا انت تعبان في حاجة نادي عليهم يجوا ينجدوك بسرعة، يبقى دي ايه؟ نعمة. يبقى انت محاط بملائكة وقدسين وحواليك ناس اطهار، وحواليك زي ما قال بولس الرسول كده حوالينا سحابه من الشهود بقدر هذه لنطرح عنا بكل خفه كل ثقل وكل خطيه. ليه بقى؟ لان بنحاضر في الصبر في الجهاد الموضوع امان. طيب وانا بجاهد معتمد على ايدي؟ لا، ايدي تعمل ايه؟ ايدي منين ما تعمل ما تقدرش تشيل خطيه صغيره، لان كلمه يا احمق تدخلني فين؟ نار جهنم. طيب امال هرمي نفسي على ايه بقى؟ نعمه. اقول له يا رب بس هي نعمتك اللي ترفع عني وترفعني لفوق. ايه نعمه ربنا ترفعك وتسندك وتقومك؟ زي ما هنسمع دلوقتي، ترفعكم وترشدكم وتقويكم وتمكنكم وتثبتكم. كل الحاجات دي تعملها نعمه؟ بس امتى تشتغل معاك نعمه ربنا؟ اما انت كمان تتعب وتجاهد وتمنطق احقاء ذهنك وتخليك صاحي للكلام اللي انت بتسمعه. زي ما بيقول لألا ننتبه اكثر الى ما سمعنا لألا نفوته. يعني في واحد لو ما انتبهش للكلام الكلام ايه؟ يفوته. وبعدين بعد ما يفوته الكلام تبص تلاقي لان كلمة ربنا اللي نزلت مرة والناس ما سمعت لهاش او اديت لها ظهرها حصل ايه؟ بسببها حصل لهم هلاك عظيم. طب انت هتنتبه بقى لكلمة ربنا. لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صحين، فإلكوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها اليكم عند استعلان يسوع المسيح. ايه كلمة استعلان دي؟ في حاجات ممكن نعرفها بالكلام، لكن العلاقة الشخصية ما بيننا وبين ربنا يحصل فيها حاجة بيسموها الايه؟ الاستعلان. يعني ايه؟ انا زي ما حصل كده، ايوب الصديق عاش كتير مع ربنا، وبعدين حصلت له بلايا وتجارب واحزان، وبقى يتكلم عن ربنا ومع ربنا وبيتكلم مع الناس واصحابه يلوموا فيه، ومراته تقول له بارك ربنا وموت، وهو عمال يتكلم عن ربنا كتير. وبعدين لما جه ربنا اتكلم معاه قال له لا، ده انا كنت بسمع الاذن سمعت عنك، اما الان فقد رأتك عيني. حصل ايه بقى؟ استعلان. ويجي برضه في سفر الرؤيا في بدايته كده يقول اعلان ربنا يسوع المسيح الذي يريه الله اياه. طب ايه ده اللي حصل؟ اصل الموضوع ما بقاش هو كلام بس، ده في استعلان لايد ربنا في حياتك. امتى؟ اما تمنطق احقاء ذهنك وترمي نفسك على النعمه، تبص تلاقي ساعتها يستعلن ليك مين؟ يستعلن ليك ربنا يسوع المسيح. الاستعلان دلوقتي ان انت تشوف ربنا في حياتك الان. طب وبعدين؟
هيستعلن بقى امام كل البشر ساعه ما يجي. نقول ايه بقى؟ يجي ساعتها وتستراه كل عين والذين طعنوا. طيب اما اسمع وصيه ربنا وربنا يستعلن لي واكون بسمع للنعمه وبعدين انا بمنطق احقاء ذهني، المفروض اعمل ايه بقى؟ يقول كاولاد الطاعه. حلوه جدا كده، حلوه جدا. اما بيبقى ابن بيعمل ايه؟ يطيع ابوه. طب لو هو مش بيطيع ابوه قوي يقول الان اسميكم اولاد مش عبيد. ليه؟ ليه؟ لان هم من تعلم الطاعه، تعلم واحد اتعلم ان هو يطيع ربنا. بقيت اما اسمع وصيه ربنا النهارده ما اقعدش اجادل واقول اصل ده ينفع وده ما ينفعش وده ما يناسبش العصر اللي احنا فيه وده ما يتلائمش مع طباع الناس اللي انا بتعامل معاهم. اما بقيت اسمع وصيه ربنا بقوت اقول ايه؟ حاضر. واما اسمع وصيه ربنا واقول حاضر ابقى ابن الايه بقى؟ للطاعه. كاولاد الطاعه لا تشاكلوا شهواتكم السابقه في جهالتكم. يعني الناس دول كان في البدايه عايشين ايه؟ في جهالة، شهوات، يعني ممكن أفكار وحشة تجي لهم يمشوا معاها، ممكن أفعال مش مقدسة أقبلها وأجري وراها، ممكن قعدات نميمة وإدانة ما جراش حاجة مش فارقة معايا. طب وبعدين؟ يقول لك لا، أنا النهاردة كابن للطاعة ما ينفعش أعمل الكلام، ما ينفعش أخد نفس شكل الجهالات القديمة اللي كنت بعمل. وعشان كده برضو بولس الرسولي لا تشاكلوا اهل هذا الدهر. يعني ايه؟ تبص تلاقي موضه تطلع تلاقي الناس كلها ماشيه وراها، مش عارف لون احمر في الشعر يعملوا كله، مش عارف يحصل ايه، تبص تلاقي الناس ماشيه ايه؟ ورا. بس ماشيه ورا مين؟ المسيح؟ لا، ماشيه ورا اهل هذا العالم. لا تشاكلوا اهل هذا الدهر. طيب ويجي هنا يقول لك ايه؟ لا تشاكلوا الشهوات. يعني كنت زمان عصبي، وكنت اما تتعصب تغلط وتطلع كلمات مش حلوه، ممكن تهين الناس وممكن تجرح اللي حواليك، وممكن تكون بسبب كلامك ده تكون سبب عصره. طيب ينفع بعد ما اطعت ربنا يسوع المسيح تعمل نفس الكلام؟ يقول لك لا، لا تشاكلوا جهالتكم، دي جهاله. بولس الرسول يقول كده اما انا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ويقول ولكني رحمت لاني بجهاله فعلت. لكن لما واحد يكون عارف ان ده غلط ويبقى مصمم ان هو يكمل فيه ومصمم ان هو وتبص تلاقي ربنا يناديله مره واثنين وثلاثه ويخبط على قلبه وبعدين ينصحه ويجي له حد يحاول يمنعه وهو يقول لا، الكلمه اللي انا قلتها هنفذها ان شاء الله، لو مش عارف مين قام لي ولو مين عمل لي ولو انطبقت. وتبص تلاقي افكاره حتى وان كانت بتعلن لي ان هي مش حسب مشيئه ربنا وهيبقى فيها مخالفه لوصيه ربنا، هو مش فارق معاه، المهم يطيع جهلته ويطيع عناده ويطيع طباعه، وتبص تلاقيه بعيد عن محبه ربنا. كاولاد الطاعه لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. الشهوات السابقة اللي في الجهلات زي مثلا لما كان القديس أغسطينوس عايش في شهوات وكان عايش في خطايا، وبعدين كان أصبح إن هو ليه ابن من الخطية من واحدة، وبعدين عاش مع ربنا قال لا ما ينفعش أشاكل جهالاتي الإيه؟ القديم. جت تخبط عليه قال لها أنت عايزة مين؟ قالت له أغسطينوس. قال لها أغسطينوس اللي تعرفيه مات. الله، للدرجة دي اعتبر نفسه مات عن الخطية عشان يحيى لمين بقى؟ يحيى للمسيح. وقال زي بولس الرسول ما قال لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيى فيا. فالنهاردة مش هينفع أشاكل نفسي مرة تانية في نفس الجهلات السابقة. كنت زمان ممكن أتنرفز وأتعصب وأقول كلام وحش، النهاردة ما أقدرش. كنت زمان ممكن أبص شمال وأبص يمين، النهاردة ما أعرفش. كل زمان ممكن اخد حاجة مش بتاعتي، النهاردة ما اقدرش امد ايدي على حاجة وابص الاقي ايه ده؟ ايه الامانة اللي بقت فيك دي؟ ايه الاخلاص اللي بقى عندك ده؟ ايه اللطف اللي بقى في قلبك ده؟ تبص تلاقي يقول اصل انا خلاص بقيت ابن للطاعة ومش ممكن اشاكل جهالاتي السابقة. طيب
هبص لايه بقى؟ يعني ايه القدوه اللي قدامي؟ يقول بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيره. يبقى مش بس ان انا هكون قديس من داخلي، ده انا لازم اكون قديس في كل ايه؟ سيره. لما يجي يقول لك ليرى الناس اعمالكم ويمجدوا مين بقى؟ القدوس اللي دعاكم، اللي هو مين؟ اباكم الذي في السماوات. انتوا اولاد للطاعه. كلمه قدس او بالعبريه معناها قدس، قدس. وكان يجي يقول للكاهن ده يكتبوا عليه قدس، يعني ايه؟ قدس للرب. يبقى ده مخصص لمين؟ لربنا. كلمه قدوس يعني سماوي، مش حاجه مش على الارض. وعشان كده نقول اجيوس او قدوس، اللي هو مين؟ الله القدوس. طيب امال اللي يقرب من القدوس باستمرار ويلزق فيه يصبح ايه بقى؟ قديس. يبقى احنا ما بنمجد القديسين لان اللي دعاهم هو القدوس، وهو اللي قدسهم، وهو اللي تقدس فيهم. لكن احنا مش بنحب القديسين كده لوحدهم، لا، لان مين اللي دعاهم؟ نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين. وهو ده اللي بيحصل في حياتنا. انا كل ما انا بشوف صورة المسيح قدام عيني ببتدي اتغير، الاقي المسيح احتمل، يقول لك ظلم اما هو فتذلل، اقول طب ما انا كمان عايز احتمل زي مين؟ زي المسيح. طيب واما ابتدوا يتكلموا عليه وحش، ده قالوا ان هو مختل العقل، رد عليهم قال تنزل نار من السماء وتحرقهم، قال يا رب ما امحوا اسمائهم من كتابك الذي كتبت، لا، قال ايه؟ يا رب اغفر لهم لانهم لا يدوا. يبقى انا كل ما انا ببص على المسيح وبشوفه هو نظير القدوس الذي دعاكم، انا كمان هعمل ايه؟ همشي في القداسه. طب وانا اقدر اعمل كده؟ ما قال له خلي بالك انت تلقي رجائك على الايه؟ على النعمة، نعمة ربنا هي اللي تزددك. يعني انت ما تسمع وصية ربنا وتقول انا مش قادر انفذ الوصية، يا رب اديني ايه؟ نعمة عشان اقدر ان انا اتغلب على طباعي، واتغلب على المشاكل اللي في حياتي، واتغلب على نفسيتي الضعيفة وشهواتي التقيلة وافكاري الخبيثة. كل الحاجات دي يا رب انا عايزك تطهرني منها عشان نظير القدوس الذي دعاكم اكون انا ايضا ايه؟ وقديس حط وراها في كل سيرة. يعني ما ينفعش اكون جوه الكنيسة قديس وبره الكنيسة ابليس، لا. يعني اما احط قدام عيني ان انا زي ما بسلك جوه الكنيسة هكون كمان بره ايه؟ الكنيسة. هنا ما ينفعش اقول كلمة وحشة وبره ما اقدرش. هنا ما ينفعش افكر فكرة مش مقدسة وبره ما ينفعش. لان اصبح المقدس فيا ايه؟ الداخل ولا الخارج؟ لو انا الخارج بس هو اللي يهمني خلاص، انا اما يحصل اي حاجه مش حلو هغسل ايديا واخش اقف اصلي وخلاص بقت ايديا نظيفه. هل احنا بنعمل كده؟ لا، ده احنا قلوبنا بتتغسل بالايه؟ بدم ربنا يسوع المسيح. وعشان كده يقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم قديسين في كل ايه؟ في كل سيره. كل سيره. يعني في وقت الصوم مش هقول اصل في وقت الصوم طب جت ليله راس السنه، لا معلش يعني لو خربناها ليله يعني ما جراش حاجه، لا ما ينفعش. طب اصل مش عارف ايه ده كانت مجامله، هتجامل على حساب مين؟ على حساب ربنا ولا على حسابك؟ حسابك مهفوش، انت ما عندكش. وعشان كده احنا كل التجائنا لربنا بنقول له رب غطي احتياجاتنا، غطي عوازنا. احنا معتزين، احنا محتاجين ان نعمتك تغطي كل ضعف فينا، وتغطي كل عند مالينا، وتغطي كل شهوة اخذت عينينا واخذت قلوبنا واخذت افكارنا. وبعدين يقول ايه؟ يقول بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيرة، لانه مكتوب كونوا قديسين لاني انا قدوس. يبقى هنا زي ما بيقول زي ما طلب مننا كونوا كاملين، هنا كمان بيقول كونوا ايه؟ قدسين. والقداسة نسبية، يعني ايه؟ كل يوم الواحد
ده طريق طويل جدا وكل يوم الواحد بيمشي فيه يبص يلاقي ايه؟ لا ده انا نفسي اتقدس اكتر، نفسي اتطهر اكتر، نفسي اقرب من ربنا اكتر، نفسي ابطل الافكار ممكن حاجات تبص تلاقي الواحد ايه؟ مش حاسس بقيمتها قوي. زي ايه؟ واحد قعد 40 سنة يبكي بكاء مر، وبعدين تلميذه بيقول له يا ابانا انت ليك سنين طويله جدا بتبكي بكاء شديد جدا، ايه الخطيه اللي تستاهل البكاء العمر ده كله؟ فقال له بص يا ابني، زمان وانا صغير حصل ان كان في واحد محمل على الجمل خيار، فوقعت منه خياره، فانا اخدت الخياره دي وايه؟ اكلتها. ساعات طبعا يعني لو احنا كلنا الجمل كله مش حاسين ان في مشكله، يعني ما فيهاش مشكله، مش حاسين. طب هو ايه اللي حصل له؟ ايه اللي خلى قلبه بقى حساس هذه الحساسيه؟ ايه اللي خلاه بقى في القداسه دي كلها؟ هي لان باصص على مين؟ على القدوس. فحاسس ان دي كانت حاجه ما يصحش ابدا ان يعملها، ما ينفعش ان يفكر فيه، ما ينفعش ان يهين محبة ربنا، لانه ابن للطاعة، لانه نظير القدوس الذي دعاه، نفسه ان هو يكون قديس، ومش هينفع يكون قديس وهو بياخد حاجة مش بتاعته. ممكن حد يجي يقول ايه؟ اصل انا ساعات بيخمونا في الميزان، فانا بعد ما يوزن ويخلص اخد حاجتين كده ايه؟ ازود بيهم عشان ما يبقاش ضحك عليا. بصوا نظير القدوس اللي دعاكم كونوا قديسين في كل سيرة، يعني وانت بتشتري خليكي قديسة، وانت بتبيعي خليكي قديسة، وانت بتتكلم خليك قديس، وانت بتفكري خليكي قديسة. لو بتتكلمي حتى مع اقرب الناس اليكي خلي بالك ان في واحد قاعد بيستمع لكل حديث وده قدوس، زي ما هنشوف بعد كده. بيقول وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد. وهي دي الحتة المخيفة، أصل ما فيش عند ربنا إيه؟ محاماة. يعني إيه؟ يعني يقول له ده أصل ده كان تلميذ وكان بيحبك وكان ماشي معاك ل3 سنين، وبعدين اهتم إن هو يسرق وسامحته. طب وبعدين اما جه في الاخر وقع، طب حكمت عليه بايه؟ ترميه كده؟ مش ده ابنك برضه؟ ايوه، بس بغير ايه؟ محاباه. واحد يكون شايف ان تابوت العهد ماشي ومتشال على عجلتين، وبعدين بيقول لك انشمصت الثيران، اللي يعني ابتدت تعمل حركات عشوائيه كده ترفص، فخاف لحسن تابوت العهد يقع، فراح عمل ايه؟ وقع ميت. الله، اصل خلوا بالكم احنا بنتعامل مع ايه؟ في قانون الهي، في قانون الهي. ويجي اتنين قدام بطرس الرسول يتفقوا مع بعض، وبعدين يقول لها بصي بدل ما نروح ندي الفلوس كلها للكنيسه احنا نروح نقول لهم احنا بعنا الحقل بكذا بدل بكذا. ليه؟ لحسن نيجي نحتاج بعد شويه. وبعدين يجي قدام بطرس يقول له أبهذا الثمن بعتم الحق؟ يقول له اه. يحصل ايه؟ يقع ويموت، لانه ما كذبش على بطرس. بيقول له انتوا اتفقتوا وكذبتوا على مين؟ على الروح القدس. فواحد يروح يقعد يلف ويدور ويلف ويدور على الاسقف ويلف ويدور على الكاهن ويلف ويدور. طب خلي بالك انت ممكن تكون مش بتكذب عليه، ده انت ممكن تكون بتكذب على الروح القدس اللي موجود فيه، لان اتنفخ في نفخة الروح القدس وقال لك بل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من امسكتم. طب انت بتلف وتدور على ايه؟ ما انت ممكن يبقى يحصل لك زي حنانيا وسفير، لان هو اللي بيحصل ايه؟ ان واحد حط في قلبه شر. طيب اللي دعاه ده قدوس وقال له كده نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قدسين. طب انت ما حبيت الشر هتروح بيه فين؟ عشان كده في خطوره هنا، لانه يحكم بغير محاباه. طيب حسب ايه بقى؟ حسب عمل كل واحد. ما انت لسه كنت بتقول خليكم في نعمه.
النعمة هتسندك بس انت تخلي بالك من ايه؟ عملك. الحق اقول لكم يستريحون من اتعبهم، وايه اللي هيتبعهم؟ اعمالهم. يبقى انا النهارده اما يكون عملي صالح هيكون ليا الفخر، اما اكون عايش في القداسه هيكون ليا الحياه الابديه، اما اكون مدنس نفسي وعايش في حياه مش مقدسه، طب ما هو بيحكم بغير محاباه. يقول لك لا ربنا حنين، ايوه ربنا حنين بس بيحكم بغير محاباه حسب عمل كل واحد، كل واحد هيختلف عن التاني. حتى اما بيجي يميز بين اولاده يقول لك لان نجما يمتاز عن نجم في المجد، ما يجيش واحد تعب وذاكر وسهر وبتاع وياخد زي واحد او زي اللي عندنا في الدراسه ياخد ده زي ده او اللي غش زي. لا غشيت هيحكم بغير ايه؟ محاباه. فهنا بيقول ايه؟ فسيروا زمان غربتكم بخوف. خلوا بالكم بقى، اصل احنا هنا على الارض ايه؟ عارفين الحته اللي في البدايه؟ احنا غرباء ونزلاء. اما نحن ايضا الغرباء، اعمل ايه؟ احفظنا في ايمانك. طب وايه كمان؟ خلي بالك بقى، سير الزمان بتاع الغربه ده بقى ايه؟ في خوف. لان هيجي وقت هتمشي، هتقف قدام مين؟ الذي يحكم ها؟ بغير محاباة. هتقول له ده انا يا رب كنت في العذراء الزيتون اللي ظهرت فيها العذراء، حلو حبيبي بس بغير محاباة. هتقول له اصل انا كنت بدي عشور كتير، قال له ما انت لازم تكون قديس في كل سيرة، مش بس اللي في اللي بتدفعه، ده انت كمان، لان في ناس ياما ناس دفعت بس في الاخر كان نهايتها فين. خلوا بالكم ان بيحصل برضو ان ساعات الواحد وهو بتتعرض عليه الخطيه يفتكر ان هو ليه داله عند ربنا، وساعات الداله دي تضيع منه فرصه التوبه. عشان كده بيقول سيروا زمان غربتكم بايه؟ بخوف. ونفس الكلمه قالها بولس الرسول اما قال تمموا خلاصكم بخوف ورعده. يبقى حته الخوف دي حته مهمه جدا. داود النبي كان يصلي يطلب من ربنا يقول له سمر خوفك فين؟ في لحمي، لاني من احكامك جزعت. ده انت بتحكم بغير محاباه، ده انت قدوس ودعيتني ان انا اكون قديس، فلازم اسير زمان غربتي بايه؟ بخوف. طيب وبعدين لو انا ما سرتش بخوف يحصل ايه؟ في ناس ما اهتمتش قوي وما كانوش ممنطقين احقاق ذهنكم صحين زي ما اتقال، وده اللي بياخده في صلاه نص الليل الخدمه الاولى، يقول لك بصوا بقى انتم تشبهون اناس ينتظرون سيدهم متى ياتي. طيب وبعدين لو جه ولقاكم مش مستعدين يقول لك هو دخل واخذ المستعدات معه الى العرس. طب وبعدين؟ يقول لك اغلق الباب. ويجي في الخدمة الثالثة يقول طيب خليكم كده ممنطقين أحقاقكم، ليه؟ لأن أنتم أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. طب وبعدين؟ يجي يشوف بقى العبد المتغافل يقول لك غير مستحق الإيه؟ المضي معه. طب يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ أخاف ولا ما أخافش؟ يجي بعد كده اما قرب من ربنا قوي يقول لك المحبه الكامله تطرد الخوف الى ايه؟ الى خارج. طب مين وصل فينا للمحبه الكامله؟ عشان كده ساعات الواحد ممكن يكون بيخاف بس ما يختشيش. عارفين كده يعني ايه؟ يعني انا ما اختشيش ان انا اعمل الخطيه، لكن لو حسيت ان رزقي هيضيق، لو حسيت ان ممكن اتفضح، لو حسيت ان ممكن اتهان، ممكن اعمل ايه؟ اخاف. طيب اذا كان هو هيحكم بغير محاباه، انا المفروض اعمل ايه بقى؟ لازم اسير زمان غربتي. حته زمان دي يعني ايه؟ فتره صغيره. واحد يقول لي ده انا لسه 30 فاضل لي 70 سنه عشان هقفلهم ال 100 ان شاء الله، ايش عرفك؟ واحده تقول خلاص انا الحمد لله كملت ايامي كده كويس. لا، لسه فاضل فيه كام يوم، لحسن يجي في وقت تبص تلاقي ابليس كاسد زائر يجول ملتمس من ان يبلعه. خليني اكمل اليومين الباقيين في خوف ايه؟ ربنا.
أما خوف ربنا بيخش الإنسان يقول لك رأس الحكمة أو بدء الحكمة مخافة الرب. وعشان كده أما بيبقى في مخافة ربنا يقول لك خوف، ليس خوف الله قدام عيونهم. مين هم؟ الناس اللي ماشيين في الشر ما فيش مخافة لربنا قدام عينيهم. طيب لكن لما يكون إنسان خوف ربنا في قلبه تبص تلاقيه ما يقدرش يمشي في الشر، ما يقدرش يطوع في الاسم، يقول لا 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 يا عم أنا إنسان بخاف الله. فزيروا زمان غربتكم بخوف عالمين أنكم افتديتم لا بشيء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. أكتر حاجة تخلي الواحد يبان إن هو ليه قيمة حقيقية، كان زمان اما يبقى في عبد عند واحد وبعدين عايز يطلقه او واحد عايز يشتري العبد ده منه كان يدفع له ثمن الفضه بتاعته او الذهب ايه اللي هو ثمنه وياخد هو يتنتقل ملكيته. طيب احنا الشيطان اخد علينا سكوك بكل خطيه بنعملها يقول لك ماشي مش بتكذب، بص بقى انا الكذاب وابو الكذاب، انت بقيت ايه ابني وبقيت ملكي، ليه؟ مش انت خدت الكذبة دي من على لساني قلتها؟ خلاص لسانك ده بتاعي، مش بصيت على اللي انا شاورت لك عليه؟ عينك دي بتاعتي. وتبص تلاقيه عمال يملك في الانسان لحد ما في ناس يبقى بقى كل ملكها كلها ملك المين؟ شيطان. طيب مين يقدر يحررنا؟ من يقدر ان ينقذنا من جسد هذا الموت؟ يقول لك شكرا لله اللي افتدانا بقى بايه؟ بدمه. اصل ده اجرة الخطية اللي انت عملتها دي اللي الشيطان ماسكها عليك دي اللي بيذلك بيها دي اسمها ايه؟ اجرتها هي ايه؟ واحنا نيجي في الساعة 6 نقول له لانه مزق صدق خطايانا. ايه الصدق بقى ده؟ الصدق ده اللي احنا بنمضيه على نفسنا، كل خطية الواحد يعملها كأنه بيعمل ايه؟ بيمضي صدقه على نفسه. دي سك نظرة شريرة، ودي سك إدانة مش حلوة، ودي سك نميمة مش كويسة، ودي سك شهوة رضية، وكل شوية عمال أمضي. طب وبعدين مين اللي يسدد؟ إن ما كنتش تلجأ لربنا إن هو يرفع عنك ويسدد ثمن الخطايا اللي عملناها، يقول لك كده أنت النهاردة كل الحاجات دي افتديت بثمن اللي هو إيه بقى؟ دم المسيح. لو عشان الواحد ينظف هدومه محتاج ان هو لازم ياخد شوية من دمه عشان يغسلها، هيستهتر ويوسخ هدومه بسرعة؟ طيب احنا عشان ننظف هدومنا زي ما بيقول كده هؤلاء اللي اتينا من الضيقة العظيمة وبيضوا ثيابهم فين بقى؟ في دم الخروف. يبقى ما فيش حاجة هتبيض الثوب اللي انت خدته في المعمودية غير ايه؟ دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه. طيب اما اكون كده هستهتر؟ هسيب نفسي لكل كلمه وكل فكره وكل، ولا همنطق ذهني؟ احنا بنراجع بقى. همنطق ذهني، طب وبعدين؟ انا في قدوس قدامي، انا لازم امشي في طريق الايه؟ القداس. هقول هاجلها ان شاء الله عشان هعترف على راس السنه، مين ضمنك تعدي راس السنه؟ ربنا يديكوا الصحه طول طول، مش بفول عليكم، بس فكروا انا ايه اللي ضمني ان انا اقعد راس السنه وعمال اعمل اماني في نفسي؟ انا عايز من النهارده نظير القدوس الذي دعانا ايه؟ اكون قديس. طيب انا لو ما قدرتش هرمي حملي على الايه؟ النعمه. طب والنعمه دي هحافظ عليها ولا ادوس عليها؟ اللي بيرفض عمل النعمة بيعمى. فأنا لو ما متمسكتش بعمل النعمة اللي في قلبي وتمسكت بنعمة ربنا اللي افتديتني، لأني أنا ما افتديتش بأي حاجة، أنا مش الدفع قرشين للشيطان وخلاص، لا ده أنا المسيح نزل وفداني ودفع دمه الثمين عني عشان في الآخر أنا أتحرر من إيه؟ من عبودية الخطية. وعشان كده مهم جدا الفترة اللي جاية ان الانسان يكون حريص اما يكون لسه غاسل توبه، اما يكون لسه منظف نفسه. تبص تلاقي الواحد يقول لك من بعد ما طلعت من الاعتراف ببقى خايف ان انا اعمل ايه؟ اي غلطة.
وبعد ما يعدي اسبوع ولا 10 ايام يقول لك لا 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 رجعت مش عارف ايه لا ايه. طيب هو ينفع ان انا ارجع تاني؟ لا ما ينفعش، لاني نظير القدوس الذي دعانا انا كمان مفروض اكون ايه؟ قديس. نكمل المره الجايه ان شاء الله. تفضلوا نصلي. النهارده في 7 و4 بعد الاجتماع، فاحنا بعد ما نصلي يعني اللي عايز يمضي يمضي بسلام، بس احنا هنصلي وهنبتدي على طول 7 و4. نعم.